السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان متابعي قناة المعرفة، أسعد الله مساءكم بكل خير. أنتم كما كتشاهدوا اليوم راني لابس الخضر اليوم، السبب هو بغينا نديروا تحليل المقابلة ديال الرجاء البيضاوي، الرجاء العالمي الإخوان كما كتعرفوا أنا رجاوي بكل صراحة، ولكن كنشجع أي فريق كما بغى يكون في البطولة الوطنية يعني كيلعب المنافسات الخارجية. أنا رجاوي ودادي عسكري مع الحسنية مع بركان مع أي فريق كيمثل القميص الوطني ولا الراية الوطنية خارج يعني خارج المغرب أنا معاه، ولكن في البطولة الوطنية أنا رجاوي. المهم مرحبا بكم، ما تقلقوش مني فهاد يعني نقول لكم رجاوي عاوتاني بداو بانو شي واحد المتعصبين ولا شي حاجة، هادي مرحبا أنا كنحب الجميع. إخوان كما شفتوا المقابلة ديال البارح كانت في المستوى بكل صراحة، و يعني واخا ان الفريق الغامبي يعني رجع للوراء وما خلاش مساحات للرجاء، ولكن الرجاويين تبارك الله عليهم قدروا انهم يوجدوا المساحات خصوصا في الاطراف، يعني الكواري اللي كانت كتعطى في الاطراف في يعني في الجهه ديال ابو طيب وفي الجهه اليسرى عاوتاني ديال بن حليب، يعني كانت هناك حلول، ولكن اللي كان ناقص بكل صراحه هو الكرات في العمق. والكرة في العمق حنا عارفين شكون اللي كيعطي الكرة في العمق، هو بو طيب عفوا هو حفيظي. الحفيظي صراحة كنت كنتمنى يكون في المقابلة ديال البارح، نتمنى ليه الشفاء ان شاء الله ويرجع، لانه تبارك الله كيلقى لنا الحلول في وسط الميدان بالاخص ديك الكرات اللي كتكون في العمق، يعني المهاجم كيطلب كرة والحفيظي يعني كيسلم ليه الكرة بطريقة يعني طريقة في المستوى ما شاء الله. يعني نرجعوا للاطوار ديال المقابله الاخوان، في البدايه ديال المقابله بحث الرجاء عن التسجيل يعني مبكرا يعني باش يمتص داك الحماس ديال اللاعبين الغامبيين، يعني تحرك الرحيمي وبن حليب ومتولي والفريق الغامبي قام باحباط العديد والعديد من يعني من المحاولات ديال هاد اللاعبين هادو، بالاخص رحيمي اللي كان نوعا ما غائب، يعني التحركات ديالو ما كانتش افيكاس كما كيقولوا، يعني كانت كخصها هذيك اللمسه الاخيره خصوصا في واحد الكره اللي تذكروا معايا متولي رفع عليه واحد الكره بحال الشكل ديال بيشنيت يعني من تحت بحال هكذا، الرحيمي لقى راسو منفرد مع الحارس بحال اللي داخ كما كيقولوا داخ تفانتا، يعني مازال خصو شويه يخدم على هذه القضيه لانه راه مهاجم، يعني ما خصش حارس المرمى يخرج لعندي تفانتا انا يعني. نورمالمون خص تكون واحد الثقه. الرحيمي ما ننساوش بانه راه باقي صغير ويعني المستوى ديالو كيتطور يوما على يوم ان شاء الله بحول الله. المهم الاخوان بعد عده محاولات يعني قام متولي يرسل واحد الكره لبن حليب اللي قام بالمراوغه ديال المدافع، يعني دخل هكذا ولا رجعها على اليسر، انا كنشرح لكم اللقطه الى خنا، يعني دخل على اليمين ولا هرسها على اليسر ضربه اخرى رجعها الحارس، وكان الرحيمي بالمرصاد صراحه عجبتني اللقطه ديال الرحيمي، يعني كانت المتابعه ديالي يعني كما كيقولوا الدوزيام كما كيقولوا الدوزيام بالون لقات المتابعه من طرف رحيمي، برافو رحيمي نتمنى لك يعني مسيره موفقه ان شاء الله. المهم بعد ذلك تحرك الفريق الغامبي وخلق بعض المحاولات اللي ما كنعتبرهاش انها يعني محاولات حقيقيه للتهديف، ولكن شكلت خطوره على الدفاع ديال الرجاء. هنا كنشير سليف كوليبالي خصو يرد بال واحد شويه لانه ما نلوموش، يعني الماتش الاول ديالو مع العالمي وانتم عارفين الاجواء اللي كاينه في دونور، يعني الصخب ديال الجماهير، وهادي غتقولوا لي راه موالف مع مازيمبي، ولكن بكل صراحه ما نقارنوش حنا يعني الجمهور ديال العالمي مع جمهور ديال طوبويسو مازيمبي، كاين فرق شاسع بصراحه كما كيقولوا فرق بين السماء والارض، هذا غير مثال ولله المثل الاعلى. اذا في الدقيقه 20 من اللقاء تعرض هذا هو بيت القصيد عمر بوطيب، للاسف فقدناه، ما عرفتش انا المده ديال الغياب ديالو واش غادي يطول ولا نتمنى من الله بعد اسبوع يكون جاهز ان شاء الله بحول الله، ان كننتظروا منه الشيء الكثير ان شاء الله بحول الله مع الرجاء العالمي، وهو كظاهر ايمن الصراحه البلاصه ديالو لا اعتقد ان كاين اللي غيعمرها حاليا. الدويك سيفري غتقولوا لي الدويك راه في المستوى، متفق معكم الدويك في المستوى، ولكن ما غيوصلش للنيفو ديال بوطيب ما شاء الله اللهم بارك، يعني الدويك شابو كما كيقولوا كنت خير ما عرفتش كيفاش نقولها لكم، كيقولوا خير سلا خير بديل، يعني كان في بديل في المستوى هكذا نقولها لكم بالدارجه، كان يعني بديل في المستوى شابو
الدويك برافو عليك، واخا كنعتقد انه ماشي البلاصه ديال الدويك هذيك، انا ما كنظن ما كيلعبش في ديك البلاصه، ولكن راه المهم كما كنقولوا حنا بالدارجه حرر ديك البلاصه بهذا يعني بهذه العباره حرر ديك البلاصه. المهم من بعد المحاولات والمحاولات جا الهدف الثالث، جا الهدف. اذا الاخوان كما قلت لكم تمكن من بعد محاولات تمكننا نحن تسجيل الهدف الثاني، وكان داك الشيء يعني وكان هذا الهدف في الشوط الثاني، يعني الرجاء دخلت عازمه بواحد القوه على انها تضيف الهدف الثاني والثالث وتاتى لها ذلك عن طريق نانح. اذا كيبان بان الرجاء يعني من الملاحظه ديالي ان في الشوط الثاني كترفع الايقاع، يعني كيوليو هناك كما كيقولوا كيوليو دقه دقه كما كنقولوا بالدارجه، كتولي دقه دقه خدامه يعني خصوصا في الشوط الثاني كيرتفع الايقاع. على ما اعتقد ان هادو تعليمات ديال كارتيرون والله اعلم، ولا نقدروا نقولوا واحد القضيه، لعابه الرجاء كيكون عندهم الدوزيام سوفل في الشوط الثاني، يعني عاد كي صافي بحال اللي كياخذوا الريتم ديال المقابله. المهم بعد الهدف الثاني جاء الهدف الثالث، يعني بواحد الطريقه رائعه جدا ديال الكابيتان ومتولي، يعني بواحد التسديده قويه بوم الاخوان تكا ليها مليحه. المهم زعما بصراحه كانت مقابله في المستوى، وعجبنا الاداء ديال اللاعبين والروح القتاليه ديالهم. ودابا نقول لكم واحد القضيه، راه كاين كل واحد كيخاف على البلاصه ديالو بكل صراحه. الا شفتوا واحد القضيه فابريس نكا قدم مقابله في المستوى عكس مقابلات القدامين، يعني كان كيخربق، نقدر نقول لكم بالدارجه كان كيخربق، يعني كان كيزقلها، كان ما كيكسرش الاورجو، كان الا تذكروا معايا الماتش ديال ليسبيرونس اللي جا منه الهدف ديال الهدف ديال التعادل ديال الترجي، كان الخطا ديال، الا رجعتوا للفيديو غتلقاو بان الخطا ديال فابريس نكا، يعني ما كسرش التسلل، وفي نفس الوقت ما يعني الكره الثانيه ما تابعهاش، يعني ما خرجهاش ما حيدهاش تخرج التوش ولا شي حاجه. المهم من بعد عاود ثانية المحاولات والمحاولات، يعني الفريق الجامبير دخل الامر الواقع تحت ضغوط ديال يعني الضغط، يعني نقول لكم الضغط الكثيف ديال الهجومات ديال الرجاء، صافي دخل الامر الواقع، ولا كيفضل انه غير يدافع باش انه ما يتقبلش اهداف اخرى. وجا الهدف الرابع براسيه ديال ناناح، وكان ختامها مسك، يعني كان هدف في المستوى، تمريره من الدويك في المستوى واستقبال بالراس رائع جدا يعني من ناناح. السلام عليكم. هذا الشيء اللي بغيت عموما الاخوان، يعني كان مردود جيد وجيد جدا لفريق ديالنا الرجاء البيضاوي، كنتمنى ليه مسيره موفقه في الشامبيونز ليغ دافريك، هو الانديه الوطنيه اللي كتمثلنا في المحافل الخارجيه. مهم مقابله جيده هناك، يعني الواقع اللي كاين هو ان يجب تصحيح بعض الاخطاء خصوصا في الدفاع وفي وسط الميدان. اللاعب اللي استقدموه من فيتا كلوب اسم ديالو على ما اعتقد نغوما، دابا انا الاخوان رجاوي ولكن راه اللاعب الجديد باقي ما حفظش السميه ديالو. عموما نغوما كيبان باقي تالف في وسط الميدان صراحه، تائه بهذه العباره، نقول لكم ان نغوما باقي تائه، يعني الصراحه خصو واحد التنافسيه، وخصو يعني نتمنى هادشي مع يعني مع البدايه ديال البطوله الوطنيه ياخذ الثقه ديالو ويخدم شويه، لانه كيبان ليا يعني التمريرات ديالو غير حاسمه، الكونترول ديال البالون كيبان بانه باقي تايه في الدونور، يعني واش يعني ما متعودش على هاد الاجواء هادو، والله اعلم. المهم كيبان ليا بالنسبه ليا ملاحظه ديالي انه باقي تايه، خصو شويه ديال الخدمه. وبكل صراحه اللي مهم انا بالنسبه ليا هو اننا نستغلوا الفرص، يعني من انصف فرصه خصنا نضربوا البيت، لان ان شاء الله الادوار القادمه غادي يكونوا منافسين قويين، وبالاخص كنتكلم على دور المجموعات ان شاء الله، يعني تقدر يعني تجيبك القرعه في واحد المجموعه كما كيقولوا مجموعه ناريه، تتلاقى مع انديه قويه مثل الاهلي المصري، طوبوي سوما زيمبي، ليطوال ساحليه، يعني الزمالك،
الترجي يعني الوداد، يعني كاينين فرق ممكن تطيح معاهم في المجموعه وتكون مجموعه ناريه يعني، وغادي تضطر انك خصك تبقى من انصاف الفرص انك تسجل الهدف. المهم كان التحليل هذا ديالي، نتمنى نكون وصلت لكم الفكره، ونتمنى ان شاء الله مستقبلا المزيد والمزيد ان شاء الله من نجاحات للرجاء البيضاوي ان شاء الله، ولما لا الظفر بالتشامبيونز ليغ دافريك هذا الموسم ان شاء الله، والكاس العربيه التي نعول عليها ان شاء الله مع البطوله الوطنيه، واعيد ان شاء الله عاوتاني وبالتوفيق للانديه الوطنيه. وختام مسك، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.